السلام عليكم، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. في هذا لا فيديو كيف طلبتوا مني وكيف لحيتوا عليا بزاف لي كومونتير انني نركز بزاف على اشنا هما لي زيتاب والمراحل اللي خصكم تتبعوا باش تكتبوا برودكسيون اكريت مزيان وتحترموا دوك المعايير اللي كيطلبوا منكم نهار الامتحان الجهوي. داكشي اللي قررت انا غادي ندير، غادي نخدم معكم في هذا لا فيديو جوج ديال الحوايج. الحاجه الاولى غادي نعطيكم اشنا هما المراحل اللي خاصك تتبع بالنسبه لاي سوجي كما كان النوع ديالو، وفي المرحله الثانيه ديال لا فيديو غادي نطبق معكم هاد المراحل هادو مع واحد السوجي، وغنخلي لكم فرصه انكم تمشيو تكتبوا السوجي راسكم وتسناو الفيديو اللي غنلوح فيه البروديكسيون اكريت مقاد مصوب. يعني انا غادي نعطيكم دي زانفورماسيون دي زارغومون بزاف ديال الحوايج وانتم غتمشيو تجمعوهم وتحاولوا تكتبوا بروديكسيون اكريت، تزيدوا واحد التويشيات من عندكم نتوما باش انكم تكتبوا بروديكسيون اكريت. المهم انا غندفعكم وانتم غادي تكملوا، والا عجبتكم هاد الطريقه نديرها مع كاع لي سوجي، سينو بغيتو نعطيكم السوجي انا مقاد واجد لكم الاختيار. خليو لي الاقتراحات ديالكم في لي كومونتير وما تنساوش تكليكيو على جيم 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 والبارطاج مع الاصدقاء ديالكم. نبغي هذا الفيديو هذا يوصل لعدد كبير ديال لي جيم والبارطاج. نبداو على بركه الله هاد المراحل هادو اللي قلت لكم. اول مرحله كنشوف قدامي السوجي كنقراه با مال دو فوا، ماشي مره ماشي جوج ماشي ثلاثه ماشي اربعه، كنقراه بزاف ديال المرات. الورقه اللي غيعطيوك راك غتاخذها، يعني حاول انك تسطر على الكلمات المهمه. اول مرحله في البرودكسيون كريت مني كتقراه خاصك دير ليكسبليكاسيون دو سوجي. شنو هي ليكسبليكاسيون دو سوجي؟ لي مو كلي، الكلمات المهمه اللي كاينين عندك في داك لو سوجي اللي تعطاني. دابا نشوف معكم انا هادشي هذا بالتطبيق ديالو، ما تخلعوا ما حتى شي حاجه. يعني اي كلمه مهمه كاينه في داك لو سوجي كتجبدها وكتحطها باش كتعرف راسك فين كدوري، شنو هي الدائره ديال داك لو سوجي، حيت شحال من واحد بعض المرات كيكونوا عنده معلومات وليني كيخرج على الموضوع. ثاني مرحله اللي هي لي لابوغاسيون دو بلون، خاصني نحدد لو بلون. حنا عارفين ان نهار الامتحان عندنا تيكست ارغومونطاتيف، يا اما بلون ديالكتيك يا اما بلون سامبل، هادشي هذا اللي كيكون غالبا نهار الامتحان الجهوي. في لي لابوغاسيون دو بلون عندنا بزاف ديال الخدمه. اول حاجه خاصني ندير لانتروديكسيون مقدمه، وهذه هي اللي كتعطي نظره مزيانه المصحح عليكم. يعني حاولوا لو ماكسيموم لو ماكسيموم تصوبوا مقدمه تكون زوينه، ماشي فيها بزاف وماشي مخربقه وماشي تكزال. المهم حاولوا ديروا داكشي اللي قضيتوا عليه ويكون بسيط. فهاد لانتروديكسيون كنديروا البريزونطاسيون دو سوجي، داك الموضوع اللي عندنا. بحال حنا اليوم غنخدموا الفيولونس اللي كاين عندنا في لو سوجي 3 اللي قلت لكم. غنديروا البريزونطاسيون ديال لو سوجي وغنديروا الديفينيسيون ديال داك لو تيم اللي عندي. مثلا عندي لارجون غندير التعريف ديال لارجون، عندي الفيولونس غندير التعريف ديال الفيولونس. ما كنتيش عارف التعريف ما ديريش، ماشي ضروري تخربق تعريف وفي الاخر تخرج على المقدمه. عارف دير ما عارفش، بوان فينال، حبس ودوز لحاجه اخرى. المرحله الثانيه هي لو ديفلوبمون. لو ديفلوبمون كنخدموا فيه يعني العرض ديالنا، كنديروا فيه بزاف ديال الحوايج. يعني ديفلوبمون خصنا نعطيو لي زارغومون ديال داك لو سوجي اللي عندنا دابور اون سويت اون فان. المهم كنحلوا فيه الموضوع ديالنا، هادشي كامل غادي نشوفو. هاد البارتي درتها بين قوسين، المهم انا من النظر ديالي بلا ما ديروها انونس لا سينتيز. يعني مثلا انا ملي كنسالي داك العرض ديالي كنقدر ندير واحد الفقره صغيره لتحت كنلخص فيها الخلاصه داك ديال داك الشيء كامل اللي درت في العرض. وهذه من الاحسن انكم ما ديروهاش باش ما تكثروش الاخطاء. ليسونسييل اننا غنديروا ديفلوبمون، غنديروا عرض فقط لا غير. الكونكلوزيون الخاتمه معروفه، كنديروا فيها لو بوين دو فيو بيرسونيل، كنديروا وجهه النظر ديالنا الشخصيه. عافاكم شحال من واحد كيسولني كيقول لي واش ماشي مشكل انا ندير البوين دو فيو ديالي في الديفلوبمون، ماشي مشكل ديرها في الديفلوبمون، ولكن من الاحسن حبذا لو خليتي الراي ديالك حتى الكونكلوزيون، هكا ما كيتبرطش المصحح. ديال ان بوين دو فيو بيرسونيل خليوها حتى الكونكلوزيون باش هكا يكون البلون ديالكم مقاد وزوين. كيسيون اوفيرت، بالنسبه لاي واحد اللي بان لي انه يقدر يطرح واحد السؤال في الخاتمه لك الاختيار. بغيتي تطرح سؤال طرحي، ما بغيتيش اللي عجبك. المهم انا غادي نوريكم نموذج ديال واحد السؤال غنطرحو مني غادي نصوب هاد البرودكسيون اكريت، وانتم ما بغيتوش اللي عجبكم. المهم ما ديروش شي حاجه مخربقه، يا اما ندير شي حاجه مقاده يا اما نحبس. ندوزو دابا باش نقرا معكم لو سوجي اللي قلت لكم ونطبقوا عليه هاد المراحل هادو اللي قلت لكم.
هذا هو السوجي اللي غادي نخدم معكم واللي غادي نصاوب ليه فيديو خاص غادي ندير لكم فيه الغيداكسيون ديال البروديكسيون اكريت، يعني غنصاوب مقدمه والعرض والخاتمه مقاده، ولاني في هذا لا فيديو بغيت نعطيكم فرصه وميم طون نعطيكم دي زانفورماسيون باش نتوما تمشيو تصاوبوا هذا البروديكسيون راسكم وديروا محاوله وتصحوا علاش لا. المهم السوجي ديالنا دون لو ميت دون تيغون اي تيوكل اي بولينيس اون اوزي دو لا فيولونس بور ريزودر لو بروبليم دو بوفوار بار كونسيكون اي سون مور تو لي دو. في داكشي ديال انتيغون كيف شرحت لكم الخوت بجوج اي تيوكل وبولينيس استعملوا كلهم بجوج استعملوا العنف، علاش باش يحلوا دوك المشاكل ديال الحكم حيت كل واحد كان كيضرب باش يحكم تاب كيف شرحت لكم، والنتيجه ديال هذا العنف هذا كانت ان الخوت بجوج ماتوا. Pensez-vous que le recours à la violence c'est le moyen le plus efficace pour atteindre un but؟ واش كتظن ان مثلا اللجوء الى العنف هو وسيله زعما اللي عندها نتيجه فعاله باش تحقق واحد الهدف؟ Répondez à cette question dans un texte argumentatif illustré d'exemples précis. غادي تكتب ليا هادشي هذا، وعارفين حنا اصلا عندنا تيكست ارغومونطاتيف نهار الامتحان، غادي ندير دي زيكزومبل. اشنو هما الكلمات المهمه اللي كاينين في هاد لو سوجي هذا هما اللي غادي نشوفو دابا. كيف قلت لكم هادو هما المراحل اللي شرحت في البدايه ديال لا فيديو. اول حاجه ليكسبليكاسيون دو سوجي داخله فيها لي مو كلي، هادشي راه ما غتكتبوش نتوما بحال هكا نهار الامتحان، هادشي غديري في الورقه ديال الوسخ باش تسهل على راسك، ما بغيتيش ديريه دير تكتبيه سبونطاني. المهم لكم الاختيار، فقط انا وريتكم المراحل اللي غادي تتبعوا باش من بعد تجمعوا وتكتبوا بروديكسيون اكريت منسجم. لي مو كلي، لي مو كلي عندنا لا فيولونس، يعني لو تيم ديالنا هو الفيولونس والعنف. تاني عندنا واحد الكلمه مهمه هي لو مويان لو بلو ايفيكاس، يعني قالك واش سولونا واش العنف هو وسيله زعما اللي زعما فعاله بزاف وبالله هي واحد لو بيت باش نحقق واحد الهدف. تاني حاجه اكدوا لينا على تيكس ارغومونطاتيف وتاكدوا لينا على اكزومبل، يعني انا غنخدم هاد لو تيم ديال الفيولونس غادي نخدمو وعلى شكل تيكس ارغومونطاتيف، وهاد تيكس ارغومونطاتيف خصني ندخل فيها دي زيكزومبل، يعني هادو هما الكلمات المهمه اللي كاينين في هاد لو سوجي اللي قريت لكم كامل. من بعد غندوز للمرحله الثانيه اللي هي لي لابوغاسيون دو بلون، خصني نوجد اول حاجه في هاد لي لابوغاسيون دو بلون نوجد لانترودكسيون. لانترودكسيون غندير فيها البريزونطاسيون دو سوجي. Ça veut dire quoi? Présentation du sujet. Maintenant, la violence, c'est une manière d'agir sur quelqu'un en utilisant la force. Il y a une présentation du sujet qui vous dit, comme quand vous faites définition, il y a le thème, il y a une violence, l'argent, le suicide, les jeux. المهم انا هنا درت لكم واحد التعريف ديال الفيولونس اللي بغيتو تستعملوه ملي تبغيو ديروا المقدمه ديالكم، وطرحت واحد السؤال اي سكو لا فيولونس اي تان مويان ايفيكاس بور اتيندغ ان بوت، وطرحت السؤال قلت واش العنف بصح هو وسيله فعاله باش نحقق واحد الهدف. ثاني سؤال كما بغيتو طرحوا طرحوا لكم الاختيار، انا فقط هنا كنعطيكم نماذج. الا كنتي انت موجد تعريف تاع الفيولونس بطريقه وحده اخرى وحافظيه ديريه، انا غير كنعطيكم امثله ولكم الاختيار. من ورا ما كنوجد لانتروديكسيون، يعني كنوجد داكشي اللي غادي ندير في لانتروديكسيون، كندوزو للديفلوبمون. الديفلوبمون هو العرض شنو غنديرو فيه. اول حاجه كنديرو انونسي لا تيز، شنو هي لا تيز ديالي، علاش كيدوي ليا لو سوجي، الموضوع ديال لو سوجي. يوتيليزي لا فيولونس بوغ اتيندغ ان بوت، السوجي ديالي كيقول لنا ان الناس كتستعمل العنف باش كتحقق واحد الهدف، يعني هذه هي لا تيز، هذه هي الفكره ديال الموضوع باش ما تخرجوش على السوجي اللي كيتعطى لكم. غنهضر على لي كوز دو لا فيولونس، يعني الاسباب اللي كيخليو الناس يستعملوا هذا العنف. مثلا من بين هذه الاسباب هادو انا غنعطيكم امثله باش هكذا يعاونوكم الا بغيتو تصوبوا البرودكسيون بما لحت لكم انا الكوريكسيون ديالو. لينيورونس اي لانالفابيتيزم، يعني الجهل والاميه هما السبب ديال ان انسان مثلا شي واحد تتحاورتي معاه وهو ما كانش قاري باش يغلب عليك وانت حيت قنعتيه وهو ما بغاش يتقبل مثلا داك الشيء اللي قلتي ليه كيضربك مثلا ولا شي حاجه هكا باش انه ولا كيبدا يغوت وباش انه يغلب عليك حيت ما عندوش حجج اللي هما زعما ايفيكاس يقدمهم ليك. C'est un moyen facile pour régler les problèmes. وحتى العنف راه هو وسيله سهله باش نحلوا المشاكل، مثلا واحد عنده مشكل مع شي واحد ما لقاش شي حل اخر من غير انه ينوض يصلح والديه. لو مونك دو لا كومونيكاسيون، وحتى الغياب ديال الحوار، يعني واحد ما كيتحاورش مع واحد كتا كينوض كي
يبدا كيتخابط معاه. لي كونسيكونس دو لا فيولونس، هاد الفيولونس هذا عنده اسباب، ولكن راه عنده مخلفات، عنده نتائج. اشنو هما هاد النتائج هادو؟ إيفي نيجاتيف سوغ لي نيفو فيزيك اي بسيكولوجيك، مثلا كيكون تأثير سلبي على المستوى الجسدي والمستوى النفسي، بحال مثلا بليسيغ واحد كيتهرس ولا شي حاجة ولا هادي. لا ان اي لي غولاسيون كونفليكتويال اونتخ لي مومبغ دو لا سوسيتي، كيولي الكره والعلاقات، كيولي غير العلاقات فيها الصراع ما بين الأعضاء ديال المجتمع. لانسيكوريتي او سان دو لا سوسيتي، والمجتمع كيولي غير امن، يعني ما كيكونش الامن، ملي كيولي اي واحد كيمشي يلتجئ للعنف باش ياخذ الحق ديالو كيولي المجتمع غير امن. بالنسبه اللي باغي يكتب هاد البروديكسيون اكريت ديال هاد لو سوجي هذا، يمشي يرجع للفيديو اللي درت فيه نماذج ديال المقدمات ونماذج ديال العرض، كيفاش غادي كيفاش تبدا مثلا واحد العرض اللي فيه السوجي كيدوي على لي كوز ولي كونسيكونس، كيفاش تبدا مقدمه كدوي على شي ظاهره بحال هاد الظاهره ديال الفيولونس. غادي تمشيو تقلبوا عليه في لاشين، ولا سيرو انا راهم حتى في لي كومونتير وحتى في التويشيه اللي غادي تطلع الفوق غنحاول نديرها باش انكم تمشيو لهاد الفيديو نيشان من ورا ما تفرجوا في هذا، باش تصوبوا تصوبوا مقدمه وعرض اللي يكونوا مخيرين وزوينين. عندكم كلشي دابا، كلشي عطيتو لكم، فقط خاصكم غير تلاقيو بدوك لي ليان اللي كنعطي اللي عطيتكم دابور اونسويت اونفان كاع داكشي البديه، كيفاش تبدا لا فراز قبل ما تبدا تهضر على لي كونسيكونس، وكيفاش تبدا دير لا فراز قبل ما تبدا تهضر على لي كونز، يعني كلشي وريتو لكم، غير اللي ما بغاش يمشي يدير محاوله باش يصوب برودكسيون اكريب. بالنسبه لا سينتيز اللي قلت لكم نتوما من الاحسن ما ديروهاش، انا غنوريها لكم فقط. لا فيولونس ني با ان مويا ايفيكاس بوغ اتاندغ ان بوت او بيان ان اوبجيكتيف، يعني الخلاصه مني هضرنا على لي كوز ولي كونسيكونس، درنا واحد لا سينتيز. هذه اغلبيه الاساتذه واخا ما ديرهاش، ما كتضيع لك لا نقطه لا حتى شي حاجه، داكشي علاش ما بقيناش كنانسيستيو عليها، مي قلت نقولها لكم ولكم الاختيار. اشنو هي لا سينتيز اللي خلصنا ليها؟ ان العرف ماشي هو وسيله يعني مزيانه باش نحقوا واحد الهدف. بالنسبه لاخر ايطاب اللي هي الكونكلوزيون، هذه ما توصلوا ليها حتى غادي تمحنوا شويه في المقدمه وفي العرض، وغتعصروا تعصروا دماغكم كل ما هي معلومه كانت تما غادي تسوسوا عليها الغبره وغادي تجبدوها. ملي كتوصلوا للكونكلوزيون صافي راكم كملتوا. الكونكلوزيون كنديروا فيها البوان دو في بيرسونيل، وكنديروا كيسيون اوفيرت. هاد الكيسيون اوفيرت اختياريه، بغيتي ديرها ما بغيتيش انت حر. مثلا كيفاش غنبدا انا الكونكلوزيون؟ بيرسونالمون كندير هاد الفيرغول، جو سوي كونتر لا فيولونس بويسكيلي ان اكت انيما، مثلا انا ضد العنف حيت هو واحد التصرف اللي هو غير انساني. المهم انا درت لكم هنا نقاط، داكشي كيبقى زيدوا من عندكم شويه، ما بغيتش نعطيكم انا كلشي في هاد لا فيديو حيت مازال غادي نلوح لا فيديو اللي غادي يكون فيه التصحيح ديال هادشي كامل. ما تبغلوش عليا بجيم بارطاج، بارطاج مع الاصدقاء ديالكم، ولا عجبتكم هاد الطريقه نبقى نديرها مع جميع لي سوجي اللي غادي نخدم معاكم، سينو نبقى نعطيكم سوجي واجد نتوما اللي غادي تقروا، وهادشي هذا نبغيكم تجاوبوا لي عليه في لي كومونتير. وبالتوفيق للجميع.